القاهرة مكالمات. أهلا يا مروة، اتفضلي. مداخلاتكم كتير النهارده. لا، ألو، السلام عليكم. مكالمات لحضرتك. أهلا يا مروة، أهلا بيكي، اتفضلي. أنا في عندي مشكلة، كنت عايزة أتكلم مع الدكتور. معلش. تحت أمرك، عندك كام موجود، سنة؟ اتفضلي. عندي 23 سنة. طيب ايه المشكلة؟ كنت متزوجة وانفصلت عن أبو ابني، وبعد ما انفصلت بسنة كده ربنا يعني رزقني بواحد محترم وبتاع ربنا وكده، الحمد لله، تمام. بس هو متزوج، يعني هو في زوجة قبلي ومعايا 4 أطفال. المشكلة فين يا مروة؟ المشكلة ان هو متجوز. لا، مش ان هو متجوز، ان هو بعد ما زوجته عرفت اتغير تماما، وما بقتش اعرف عنه حاجة، واتصالي ما بقاش يرد طيب وكده، يعني اتغير. المشكلة هو انت كنت قابلة انه يتجوزك في السر. لا لا، هقول لك حاجة. المشكلة ما هو حل نفسها وانت واخدة بالك من اللي بيحصل. واحد متجوز وعنده 4 عيال وتعرف عليكي عشان انت كنت منفصلة، وابتدى يقرب منك وانت تقربي منه وتحبوا في بعض. حلو. الراجل اول ما مراته عرفت اتكهرب، ابتدى يفكر في بيته، في استقراره، في عياله. انت مش موجوده، يبقى ضحى بمين؟ يبقى انت لما يبقى عندك 23 سنه وكنت متجوزه وانفصلتي وعندك طفل، لما تيجي تفكري في الحب وتفكري في الجواز، تفكري في واحد ظروفه تتناسب مع ظروفك، يكون بتاعك انت وبس، يكون ليكي، مش مع اي مشكله يبقى طرف الهوى بس. شكرا يا مروة، شكرا يا مروة.